أعزائي، منواصل دراستنا وأنا موجود حالياً في جزيرة باتموس، جزيرة كتير مهمة للمسيحيين، واليوم حديثي عن الاضطهاد أو حقيقة الاضطهاد، ومن هو أفضل من أن يكتب عن هذا الموضوع سوى يوحنا الرسول. يوحنا خدم في مدينة أفسس وأسس كنائس كثيرة، لكن في أيام الإمبراطور دوميتيان شن هجوم شرس ضد المسيحيين، ومما اضطر أن يأسر يوحنا في هذه الجزيرة، في جزيرة باتموس، لمدة 18 شهر. وكان السبب أنه طالب بعبادة الإمبراطور، يعني الناس كانت تعبد الإمبراطور لكن بعد موته دوميتيان طالب العبادة وهو بعد على قيد الحياة. فطبعا هم كان في اصطدام مع الكنيسة، والكنيسة تعودت على الاضطهاد وعلى الألام أيضا. فأخذ يوحنا مع تلميذه بروخوروس وجاءوا إلى هذه الجزيرة كأسير في منفى في جزيرة باتموس. ويوحنا بيكتب للكنيسة بيقول: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كان موجود في هذه الجزيرة بسبب الاضطهاد الشرس وبسبب الآلام، لكن تحولت من أفضل الأماكن لأنه أعطى أعظم الإعلانات، وهو سفر الرؤيا اللي بيتكلم وبيتحدث عن الأحداث الأخيرة. من هذا المكان كتب لكنيسة أفسس طبعا بحذرهم عن ترك المحبة الأولى، لأنه كان على وشك الاضطهاد أيضا يستمر.